شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت في عدوانها منذ 7 أكتوبر الماضي جرائم فظيعة، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وشنت عدوانا همجيا وحربا انتقامية وجرائم إبادة جماعية استهدفت الأبرياء. وقال أبو مازن في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قال إن العدوان الإسرائيلي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 30,000 بين قتيل وجريح، منهم 70% من الأطفال والنساء والشيوخ، فضلا عن آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وتم إبادة عائلات بأكملها، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يتعرضون لاعتداءات واسعة وخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بهدف الاستيلاء على الأرض والمقدرات، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لوقف إجراءات الضم الصامت والاستيطان ووقف الممارسات اليومية للتطهير العرقي والتمييز العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.